اليوم بوريكم طريقة تنظيف الرموش وشون أقدر أحافظ عليها. أول شيء راح أجيب القطن، بعدها راح أحط الرموش داخل القطن وأستخدم مزيل الميك اب. التنظيف يكون بهالطريقة عشان أحافظ على الرمش وما يتقطع. بعد ما خلصت التنظيف راح أحطه داخل البوكس عشان أحافظ على الرمش وأقدر أستخدمه أكثر من مرة.